وصلت حركة الملاحة بقناة السويس انتظامها وسجلت التقارير الملاحية اليوم عبور 57 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرت ب 3.4 مليون طن ووجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية مؤكدا على امتلاك الهيئة لخبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازمة للتعامل باحترافيه مع حالات الطوارئ المحتمله واشار ربيع الى نجاح الهيئه في التعامل باحترافيه مع عطل فني مفاجئ في دفه احدى السفن العابره للقناه وهي ناقله الوقود افنتي من جديد نجحت هيئة قناة السويس في إثبات القدرة المصرية في إدارة القناة التي تعد واحدة من أهم ممرات حركة التجارة العالمية بعدما تمكنت وخلال وقت وجيز من إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود أفينتي بعدما جنحت بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيهها وجنوحها وكعادتها في سرعة الاستجابة الفورية شكلت هيئة قناة السويس مجموعة عمل لاتخاذ الإجراءات الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بخمس قاطرات وقسم الإنقاذ للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، وأعادت ناقلة الوقود إلى الأذهان نجاح هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات ايفر جيفن التي جنحت في البجرة الملاحي للقناة في مارس من العام الماضي، حيث بذلت الهيئة جهودا كبيرة من أجل تعويم السفينة، وهو الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا من الجهات الدولية. قناة السويس تعتبر همزة الوصل بين مراكز الإنتاج ومراكز الاستهلاك فهي تربط بين دول الشرق الأقصى والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وتوفر ما بين ثمانية إلى أحد عشر يوما أمام السفن المارة من الشرق الأقصى إلى أوروبا بالمقارنة بما ستستغرقه إذا ما أخذت الخط الملاحي التقليدي المار بطريق رأس الرجاء الصالح وبافتتاح قناة السويس الجديدة في عام 2015 فقد عظمت البلاد من قيمة ومكانة قناة السويس حيث ساهم ذلك في تقليص فترة العبور إلى نحو 11 ساعة إضافية، ومن المميزات الأخرى لقناة السويس التي لا تقل أهمية عن تقليص المدة الزمنية لعبور السفن، أنها أطول قناة ملاحية في العالم، وحركة الملاحة فيها تتعاقب ليل نهار، وهي مهيئة لعمليات التوسيع والتعميق كلما لزم الأمر لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلاً عن أنها مزودة بأحدث شبكات الرادار وكمبيوتر ليكتشف ويتابع حركة السفن على طول القناة ويتيح بذلك إمكانية التدخل في أوقات الطوارئ